أخرج أحمد وابن ماجة بإسناد حسن عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول: من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى عليه فليقل عبد من ذلك أو ليكثر. الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها غفران الزلات وتكفير السيئات وإجابة الدعوات وقضاء الحاجات وتفريج الكربات وحلول الخيرات والبركات، منجية من الشرور والآفات، وفيها القيام ببعض حقه وتنمية محبته في القلب، وهي من أسباب الهداية إلى صراط مستقيم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يفتح الله بها علينا أبواب رحمته، والصلاة عليه تشرح الصدر وتزيل الهم وترفع مقام العبد فيسير بها إلى الدرجات العلى.